ما هي مزدلفة ولماذا سميت بهذا الاسم؟ مزدلفة المشعر الحرام. الحج من أركان الإسلام الخمس ويتكون من مناسك وشعائر محددة، ومن تلك المناسك توجه الحجاج إلى مزدلفة التي تعد المشعر الحرام باتفاق جمهور أهل العلم من المفسرين والمحدثين والفقهاء، إلا أن الإمام النووي خالفهم في ذلك فقال إن مزدلفة هي جبل قزح الواقع في مزدلفة. قال تعالى، هذا بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والآية تدل على أن مزدلفة هي المقصودة بالمشعر الحرام، إذ يتوجه الحجاج إليها بعد الوقوف بعرفة. تعد مزدلفة مشعرا من المشاعر المقدسة التي يتوجه إليها الحجاج بعد الوقوف بعرفة، ويقع بينهما وادي عرنة، وهو من أودية مكة المكرمة، ولا يعد من مشعر مزدلفة ولا من مشعر عرفة. إن ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، ومزدلفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن محسر، ومنى كلها منحر. ويقصد ببطن الوادي، وتقع مزدلفة بين منى وجبل عرفات، ويحدها وادي المحصر الذي لا تعد حدوده منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: مزدلفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن محصر. وبطن محصر يعني وادي محصر. ما هو سبب تسمية مزدلفة بهذا الاسم؟ سميت مزدلفة بهذا الاسم لأنها تدل على الازدلاف أي الاجتماع، فمزدلفة تعني التجمع والالتقاء، ومن ذلك قول الله تعالى: وأزلفنا ثم الآخرين، وتدل أيضا على التقدم والاقتراب، يقال تزلف أو أزلف أي قرب، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين. وقيل لمزدلفة جمع لأن الحجاج يجمعون فيها صلاتي المغرب والعشاء تأخيرا، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى أن الحجاج يجتمعون ويقتربون ليلا من المشعر الحرام أي مزدلفة بعد وقوفهم بعرفة. وتجدر الإشارة إلى أن مزدلفة هو الاسم المعروف والأشهر، إلا أن هناك عدة أسماء أخرى تطلق عليها، ومنها المشعر الحرام، كما ورد في قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام هو جميع مزدلفة، ويسن الوقوف في أي موضع من مزدلفة واستقبال القبلة وذكر الله. من أسماء الأخرى التي تطلق على مزدلفة جمع، لما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نحرثها هنا، ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا، وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا، وجمع كلها موقف. وسميت جمع لأن الحجاج يجمعون الصلاة فيها، وقيل لأن الحجاج يزدلفون أي يتقربون إلى الله سبحانه فيها كما ذكر سابقا.